السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحسين سالم الجمل، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة. في البداية أشكر للإعلام اهتمامه بهذا الوباء. وباء الكورونا حفظنا الله جميعا انتشر وتوسع ووصل إلى بلادنا الحبيبة. المجلس البلدي ببلدية مصراتة صدر قرار رقم 10 لسنة 2020 بتشكيل لجنة تشمل كل ما له علاقة بمكافحة وباء فيروس كورونا. شملت جميع المراكز الطبية ببلدية مصراتة إلى جانب مديرية الأمن والحرس البلدي وجميع ما له علاقة من أجهزة الإمداد الطبي التي تساهم في تقليل الخطر، لتوحيد الجهود داخل البلدية لمحاربة الوباء. ببلدية مصراتة تم تشكيل اللجنة وشكلت فرق فنية في مختلف المجالات، فريق من الاستشاريين للإمداد الطبي للرصد والتتبع، لمراكز الكشف المبدئي. جميع الترتيبات التي تمت داخل بلدية مصراتة لتلبية احتياجات خطة الاستجابة لمكافحة فيروس ووباء كورونا التي أعدها المركز الوطني لمكافحة الأمراض. من خلال تجربتنا خلال الأيام الماضية نود التذكير والتوضيح بالصعوبات والمشاكل التي يعانيها قطاع الصحة واللجنة المشكلة لتقليل الخطر على أهلنا بمصراتة وليبيا عامة. الكثير من المجهودات بذلت قبل تشكيل هذا الفريق من قبل قطاع الصحة ببلدية مصراتة بتحديد الاحتياجات، وواجهت العديد من الصعوبات لتوفير الاحتياجات. الوضع الحالي ببلدية مصراتة لتوفير الاحتياجات لمكافحة وباء فيروس كورونا، تم تجهيز مراكز الكشف الأولي وعددها 2 للكشف عن الحالات المشبوهة. كذلك تم بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي لتوفير مكان للحجر، كذلك مستشفى لإيواء الحالات المصابة. للأسف الشديد أن أغلب هذه التجهيزات تم توفيرها بالدعم الأهلي من بلدية مصراتة. يعني المجهودات التي تبذل أغلبها تم توفيرها من الدعم الأهلي على مستوى بلدية مصراتة. كذلك لاحظنا قلة الوعي والالتزام، رغم أنه تحسن في اليومين الأخيرين، تحسن طفيف في الالتزام بالتعليمات والإرشادات من الحجر وعدم التجول. الجهد المبذول من قطاع الصحة واضح وجلي. أهم نقطتين لمكافحة هذا الوباء من خلال خبرتنا أو خبرة الدول أو منظمة الصحة العالمية هي تعتمد على وعي المواطن والتزامه بتقليل التجمعات والاختلاط بالناس خلال الفترة الحرجة، وكذلك توفير الإمكانيات. لقد لاحظنا في الأيام الماضية أنه بقطاع الصحة يوجد جنود يحاربون هذا الوباء لا يقلون نبلاً عن من ضحى بحياته في سبيل ليبيا، الذين يحتاجون إلى الدعم من الدولة الليبية لتوفير أبسط احتياجاتهم وإمكانياتهم. نقص الشديد في الإمكانيات أحد العوامل التي لا سامح الله قد يؤدي إلى عدم السيطرة على هذا الوباء. أتمنى أن يفهم الجميع الأهل والمسؤولين هذا الخطر وهذه الأهمية للإمكانيات البسيطة التي نعجز
عن توفيره